سميت بمجموعة التميز. شعارها ينقسم إلى قسمين: شعار معنوي، شعار مادي. الشعار المادي يتمثل في وردة أهديها لكل أحبتي. أما الشعار المعنوي يتمثل في جملة كبيرة جدا، ألا وهي: قوتنا في وحدتنا. رئيس المجموعة كنا وضعته الأستاذ أخي الفاضل الأستاذ أحمد طه، ولكن المجموعة أبت ووضعت اسمي سيد مصطفى. رئيس المجموعة سيد مصطفى المقرر الأستاذ محمد عوض، النقاطي الأستاذ عبد اللطيف الياس، مسؤول ركن المجموعة الأستاذ محمد صالح حامد، عضو ومنسق المجموعة هو الأستاذ أحمد طه. وشكرا لإنصاتكم معي.